يقول: ما من نبي إلا له دعوة عند الله مستجابة، تعجل بها في الدنيا، إلا أنا اختبأت دعوتي إلى أمتي شفاعة لهم يوم القيامة. يا رسول الله، آذوك قريش، طردوك أهل الطائف، رموك، أدموك، اتهموا فراشك وزوجتك، ادعوا عليهم. قال: لا، ما بعثت لعانا ولا طعانا، إنما أنا رحمة مهداة. عليه الصلاة وبعضنا اليوم يظن أنه قد اتبع سنته وفرط فيها، يعصي الله الليل والنهار ويفعل المعاصي جهارا نهارا، ويقول: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ما من نبي إلا له دعوة عند الله مستجابة، تعجل بها في الدنيا، إلا أنا اختبأت دعوتي إلى أمتي شفاعة لهم يوم القيامة. يا رسول الله، آذوك قريش، طردوك أهل الطائف، رموك، أدموك، اتهموا فراشك وزوجتك، ادعوا عليهم. قال: لا، ما بعثت لعانا ولا طعانا، إنما أنا رحمة مهداة. عليه الصلاة وبعضنا اليوم يظن أنه قد اتبع سنته وفرط فيها، يعصي الله الليل والنهار ويفعل المعاصي جهارا نهارا، ويقول: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.